قد يبحث مع صالح الأوضاع في المنطقة والمخاطر المحدقة بها نتيجة الاعتداء الإسرائيلي على سوريا. تداعيات الأزمة السورية سوف ينعكس على المنطقة، الدول الجوار لسوريا وعلى الدول الأخرى في المنطقة. الأزمة السورية لازم ينحل بشكل سلمي. صالحي يطالب الأردن بالتزام الحياد ومنع تسلل المسلحين إلى سوريا، ويبلغ الملك جدية إيران بالدفاع عن سوريا. كيري من موسكو: روسيا والولايات المتحدة كلانا نريد أن يعم الاستقرار سوريا والمنطقة وأن تكون خالية من التطرف. بواتر قواتنا يدكون أوكار العصابات الإرهابية ويقضون على أعداد كبيرة منهم. والحكومة تبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، وتوجه برفع أداء وجاهزية الوزارات والمؤسسات كافة لتأمين مستلزمات المواطنين.